سيد إيهاب، الحديث عن التنسيق، عن الحشد الأمريكي الأوكراني لمرحلة جديدة من هذه الحرب طويلة الأمد، وخاصة خلال الاجتماعات المقبلة بين زعماء العالم والتي ستحدث في نيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتقادك حالة التململ الدولي من هذه الحرب، هل يحدث معها استجابة لدعوات واشنطن لمواصلة القتال أم لا؟ في الواقع الغرب حسم أمره، حتى إن كانت هناك بعض الحكومات التي تململت من هذه الحرب على رأسها الحكومة الإيطالية على سبيل المثال، ولكن شبكات المصالح التي تدير الغرب من خلف الستار والتي حتى تدير تلك الحكومات فرضت على الغرب هذه الحرب، ولا يمكن لقائد في الغرب أن ينهي هذه الحرب أو ينهي هذه الحالة إلا بتغير الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2024 في الانتخابات الأمريكية، شريطة أن يكون الرئيس قادم من الحزب الجمهوري وتحديدا من التيار الترامبي سواء دونالد ترامب أو من يمثل اليمين القومي داخل الحزب الجمهوري الأمريكي. ما دون ذلك سوف تستمر الحرب إلى فترة طويلة للغاية، سواء كنا نتحدث عام المقبل أو ما بعد الانتخابات إذا ما فاز الديمقراط بالانتخابات الرئاسية. ما دون ذلك سوف تستمر هذه الحرب من أجل استنزاف روسيا، ولا يهم الغرب في واقع الأمر شكل أوكرانيا أثناء الحرب أو ما بعدها. تم التضحية بأوكرانيا ووضعها مخلب قط بوجه الدب الروسي من أجل تحقيق بنك أهداف غربي يتمثل في تطويق الإمبراطورية الروسية وتفككها على أمل أن تسقط روسيا الاتحادية كما سقط يوما الاتحاد السوفيتي.